فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول إنها تعالج بالأعشاب وتمسك بشريان المرأة المريضة من منطقة الساعد فتخبرها بأشياء عن طبيعتها كنزول البويضة في الرحم ووقت نزول الدورة، وهذه المرأة تقول إن فيها قرينة من الشياطين، هل يجوز الإتيان لهذه المرأة؟ يكفي أن تقول إن معها قرينة من الشياطين، هذه من الكهان تصير، تكون من الكهان، ما دام معها قرينة من الشياطين فهي من الكهان، والذي يقول الكلام هذا هو الشيطان الذي معها، فلا يجوز ولا تترك هذه المرأة تعيش بين المسلمين لأنها من الكهان أو من الكذبة والدجالين. إذن ما نحط إشاعات في المستشفيات ولا نحط مكاين ولا شيء، يكفي نروح لها المرأة وتعلمنا باللي في البطن واللي في الظهر واللي في، أي نعم، هذا كذب وتدجيل. نعم.